افندم، عايزه ايه؟ عاوزه اتكلم معاكي شويه يا توبة. تتكلمي معايا في ايه بقى ان شاء الله؟ وبقى انتوا هتتصلوا عليا بقى ولا ايه؟ وانت جبتي عنواني منين؟ هو مش جوزي عادل البدري بيوصل لك كل يوم لغايه هنا بنفسه؟ يبقى خلاص لازم اكون عارفه عنوانك. هو مش برضو الست لازم تعرف جوزها بيروح فين وبيقابل مين ولا ايه يا توبه؟ اه بتراقبيه يعني. بقول لك ايه، امشي اطلعي بره، انا ما عنديش سبب يخليني اسمع منك الكلام ده. يلا بره. بتنت انا ما يشرفنيش خالص ان انا اكون موجوده في المكان ده، ولو انت متربيه من اصله ومحترمه وعندك ضمير ما كنتيش تضحكي على راجل قد ابوكي. خلاص خلصتي الكلمتين الحلوين اللي ريحوكي من جوه. بصي بقى، عادل لا بيحبك ولا طيب، واذا كان معاكي لغايه دلوقتي فهو معاكي شفقه وبس. عادل بيحبني وهيتجوزني، واللي عندك تعمليه. لعلمك انا مش متفاجئه من اسلوب الردح والصوت العالي اللي انت بتعمليه، لايق عليكي قوي. واوعي تفتكري ان انا هنا علشان غيرانه على عادل ولا غيرانه منك خالص. انا جاي علشان احافظ على بيتي وعلى جوزي، احافظ على عادل من حيه عماله تحوم حواليه وعاوزه تلدغه، عيله صغيره بتضحك عليه بكل خبث وشر وقله ادب. توبة ابعدي عن عادل احسن لك، ده لو انت خايفه على نفسك. الحقني عادل الحقني، دي كانت عايزه تضربني. في ايه يا عمر؟ اوعى تفتكر ان انا جايه اقف موقف الزوجه اللي بتكتشف خيانه جوزها بعد عشره العمر الطويله. انا جايه انقذك، انقذك من الفضيحه ان عيله صغيره تلعب بيك زي الشخشيخة، زي الكرة الشراب في ايديها. أنا مش شخشيخة ولا كرة شراب، أنا بالعربي كده بحبها وهتجوزها. يا خسارة يا خسارة يا عادل، أنا اتحملتك كتير ووقفت جنبك أكتر، ومش ندمانة لأن أنا عملت بأصلي وتربيتي. بكره تندم يا عادل. ابعت لي ورقه طلاقي في اقرب وقت.